لقي 48 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب 30 آخرون بجروح في حادث مروري وقع في غرب كينيا مساء الجمعة، ونجم على الأرجح عن فقدان سائق شاحنة أو سائق شاحنة فقدانه السيطرة عليها واصطدامها بموقف للحافلات حسب ما أعلنته الشرطة. هذا وقال المسؤول في الشرطة إن الحادث وقع عند تقاطع مزدحم على الطريق السريع بين مدينتي كيريشو وناكورو، وأضاف أن المعلومات الأولية تشير إلى أن شاحنة متجهة إلى كيريشو فقدت السيطرة واصطدمت بالعديد من الحافلات الصغيرة المحلية التي كانت مكتظة بالركاب في محطة للحافلات، وأضاف أن الشاحنة سحقت الحافلات الصغيرة ودهست أيضا ركابا ومشاة كانوا يقفون بجانب محطة الحافلات.